الركلة الركنية لعبت علي داخل المنطقة بالراس بالراس مرة أخرى ثالثة. الله هذا المكشخ الدبابة يسجل للترجي هدف للترجي كالعادة. والله لا تقطع لهم عادة الترجي كما اعتاد أن يسجل دائما في مثل هذه المواقف. تلاعب بالكرة في اللقطة الماضية الكرات الرأسية من الراس الأولى للثانية طه ياسين للثالثة فوسيني كوليبالي وضع الكرة في الشباك يعلن عن تقدم الترجي في نصف النهائي في ملعب الشابة. يسجل أول أهداف المباراة سجل كوليبالي سجل كوليبالي. الجمهور اللي رفع التيفو في مباراة It might be your صافرة وخطأ لمصلحة عبد الرؤوف بن غيث اللي لعبت الكرة عكسية. الله الترجي يجعل من النتيجة 2-0 تأتي الهدف الثاني عن طريق الياس الشتي عبر الجهة اليسرى. الياس الشتي يلعب كرة عكسية انتهت في نهاية المطاف في الشباك لمصلحة الإسبرانس يجعل من النتيجة هدفين مقابل شلك. شوف لعادة شوف لعادة في انتظار العكسية الياس شتي باغت في اللقطة الماضية مع مضايقة بلال بن ساحة هدف بطابع جزائري. بلال بن ساحة يراقب المشهد والكرة تحولت من القلع إلى الشباك تجعل من النتيجة هدفين مقابل شيء.